أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، في هذا الفيديو سوف أتحدث أولا عن المنافسة القوية التي أجروها يعني بعض الفانز على الفيسبوك بين أبطال سلسلتين، بطل سلسلة الأمانة وبطل الأسيرة وبطل ظهور الدم يعني خليل إبراهيم جيهان، وبين باريش باكتاش وجينيك تورون. يعني كان هناك استطلاع الرأي حول من هو الممثل الأفضل بين الثلاث، وكانت أصدقائي أغلبية الأصوات تتجه لباريش باكتاش وخليل إبراهيم جيهان، ولكن أصدقائي خليل إبراهيم جيهان أخذ أغلبية الأصوات، رغم أن التصويت تم في الصفحة الخاصة لمسلسل ظهور الدم، والعديد قالوا أنهم يحكمون على خليل إبراهيم جيهان في الجزء الأول والثاني، مع سحر أنهم كانوا متفوقين على بران وديلان، وأن التمثيل والكاريزما وأداء الدور بإتقان ليمن. كما أيضا أصدقائي الفانز يعني بعض الفانز تحدثوا عن زوجة باريش باكتاش وقالوا أنها تغيير من يغمور، لدرجة أنها ارتدت في عرس جيداء نفس الستايل الذي ارتدته يغمور، يعني البدلة بأكمام مطوية، وقالوا أن يغمور لايق عليها أكثر وأنها جذابة وأنها أجمل من زوجة باريش. وبصراحة أصدقائي لا يجب المقارنة بينهم، لأن كل واحدة ولها ستايل خاص بها، وحتى هذا الستايل هو موضة السنة. المهم أصدقائي، هم سوي اللايق عليهم البدلة، ونتمنى لهم السعادة. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.